تم الإشراف اليوم على الانطلاق الرسمي لإعادة تأهيل الطريق البلدي الرابط بين مدينة مسعد وحدود ولاية ولاد جلال على مسافة 85 كيلومتر. هذا الطريق تم تجزئته إلى جزئين، إلى حصتين، الحصة الأولى من 43 كيلومتر والحصة الثانية من 42 كيلومتر. الغلاف المالي المرصود لهذه العملية حوالي 100 مليار، بالضبط 97 مليار، ينتهي بمشروع ثالث ألا وهو بناء الجسر على الطريق على واد جدي بغلاف مالي 30 مليار سنتيم، اللي تم منحه إلى مؤسسة سير ويست المختصة في بناء الجسور، وانطلقت الأشغال في شهر جويلية هذا الفارق، والدراسة الإنجاز جارية، وتمويل الورشة كذلك جاري، وسيتم استلام المشروع هذا كل إما الطريق أو الجسر في غضون أواخر السداسي الأول من سنة 2025 إن شاء الله. هذه المشاريع كلها تندرج في إطار البرنامج التكميلي الذي خص به رئيس الجمهورية لولاية الجلفة، حيث بلغ الغلاف المالي المخصص لقطاع الأشغال العمومية فقط 49 مليار دينار.